اخر ثواني لا تجحفلنا. اسمعي امر، شو بوريك؟ ها اسمعي، اليوم طلبت ذاك اليوم طلبت شوز من جوردن، وصلني اليوم بس ما راح افتح الحين، بفتحه بالسناب. ما تلهيني فرجيني، ما تلهيني ها ما تلهيني فرجيني هلا. اذا انا كسبت، اذا انا هلا ربحت بدي اخذ هيدا الشوز منك. كم مقاسك انت؟ كم مقاس انت؟ مقاسك انا 42. خلص بيمشي الحال، بياخذوا لجيمي. ليش كم مقاسك انت؟ لا انا 37. انا مش حاطين لي بالكيس، فرجيني. امر امر هذه تجي مقاسك. عن جدك ارهبي يا دي، ارهبي يا بعد عمري. لا هندي يا شيخ، حب كبير والله. يلا قومي نفذ الحكم. الحكم الاول تنزلين، ارسل لك صوره وتنزلين ستوري انستغرام عندك مع منشن، وتكتبين أوكي. تكتبين شو مهضوم. اوكي، ولا ارسل لك المقطع حقي انا وياك، عندي مقطع حلو اللي انا نزلته ستوري انستغرام. اوكي بعدين انت ليش انستغرام؟ ليش بانستغرام مو ضايف احد انت؟ هلا بدي ضيفك انت. قولي والله. والله لمدة كم؟ هلا بضيفك، بس اذا خسرتك بعدين بشيلك. ويقولون ليش تحبها؟ اموت عليك. خلاص يلا تنزلي، وش رايك؟ تضيفين وتنزلين هذا ستوري. واغاني؟ لا لا تنزلين صورتي ستوري يعني. يا اخي امر، طيب هادي اسالك سؤال. انت يعني اذا صحيت من النوم كذا ورحت الحمام تغسلين وشفتي وجهك، يعني اشكر الله، يعني بحمد الله الف مره على هالنعمه اللي الله عاطيني اياها، والحمد لله الحمد لله يا رب. يعني الحين انت عارفه انك اذا رحت الحمام في دعاء تقولين عشان يطلعون الشياطين، احس انت لما تدخلين الحمام الشياطين يقولون تكفين لا تقرين الدعاء، صح؟ يعني ما شاء الله تبارك الله. ميك يا أمر من المهضومين. أمر. طيب يعني الفنانة أمر في المرحلة المقبلة يعني ما تفكرين بالزواج؟ نو. خلاص شطبنا. عيد سؤال ثاني، المرحلة المقبلة فنانة أمر يعني ما تفكرين بالزواج؟ شطبنا. شقيا المرحلة القادمة فنانة أمر شطبنا. الله يشطب راسك، شطبتي ليه؟ شطبنا نو شطبنا. بعدين في هون حد أسد هلا. شطبنا جيمي اللي بيننا ها عمو، راح اوديك السوبر ماركت. عمو سوبر ماركت؟ انا زعلت. هاي سوبر ماركت؟ هذا تبع سوبر ماركت؟ وين اوديه؟ ما ادري، بلبنان. بلبنان وين تروحون؟ يلا بعتني. لا لا ما راح افوت جولة. سمعتك اللي حدك. مين هي اللي حدك؟ مين؟ بنت خالتي. ابغى اسلم عليها. تعال، شو اسمها بنت خالتي؟ تعال دانا. هاي هلو. هاي دانا، كيفك؟ شو اخبارك؟ بحسب الله ما خلقك. هيك دغري؟ لا كيف يعني بحسب الله ما خلقك؟ شفتي حتى البيبي تبيك يعني. تاي تاي لك هيدي. تاي 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 دي دي سامع؟ دي دي دي. انا ما حد يقول لي شو يعني دي دي دي. دي دي يعني عم باكل قتلي. عم تضربك، ضربي لها هالدور. بوسي خليت شغل نفسي. شو اسمها؟ لونا. بوسي لونا، اعملي هيك. لونا بحسب الله ما خلق امك. على فكرة من عند
تضربي له دد 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 دي. معلمينك يا غلط على فكرة، فهمين الموضوع غلط. طيب هيدي كلمة مش حلوة عنا هستور. اوه سوري ما انتبهت. خلاص خليت روح لا يجي حضر، يجيك حضر الحين ترى. يجيك حضر الحين. ليك فيك تاخدها؟ تيتين وير تيتين؟ ميلوك كراي. ليش ما حد خلاني؟ انت سعيده يا ماما. انت سعيده. بصي بصي الامون. لا تلعبين بهذا كارتير، لا تلعبين فيه. وين الكارتير؟ كيف هيك ما بتجيب لي كادو على عيد ميلادي؟ متى عيد ميلادك؟ وش يعني كادو؟ يعني جيفت. متى عيد ميلادك؟ ماشي. انت مسوي نفسك حبيبتي، ايش دراني انا متى عيد ميلادك؟ لا طبعا لازم تدرى. ايش ليش لازم ادرى؟ غصب عنك. شو ما في بهالبلد الا هالولد؟ ما بعرف شو ما في غيره هالولد. ما في بهالبلد الا هالولد. متى عيد ميلادك؟ خلاص قطع بمي 27 ماي. الحمد لله. تحت ايه زمطر. طيب اسمعي ايش تعشيتوا اليوم عمر؟ والله انا تقريبا تعشيت افوكا. افوكا ايش يعني؟ شو بك يا عمري؟ شو بك؟ مقرب؟ تعبان. اي والله مقرب. ايه مقرب. وش يعني مقرب؟ خد هذا بنادول. والله صراحة أمر أنا الحالي وسنجل. ما حدا عم يهتم فيك. إيه ويني المزة اللي كانت معك؟ ما تجي تهتم فيك. لا الجمال مش كل شيء يا أمر، يعني أنت لو جميلة وقلبك أسود برضه. أنت اللي معي حبيبة قلبي فلازم هي تهتم فيك. لا 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 ما عندي حبيبة قلبي ولا شيء، يعني قلت كان الجمال مو كل شيء. شفتي أنت لو إنك جميلة وقلبك أسود برضه راح أحبك جميلة يعني. طيب يلا بدي فوت أنا وأنت على جولة. يلا هالأخيرة. يلا خلاص شيل البيبي اللي يجيك حضر من تيك توك اعطيه امه. يا نادية. هي معي. نادية مين؟ شو اسمها دانا. لك في الجوس؟ تنجيب جوس؟ جوس نيم 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 نيم. يلا في تشيب فودي. تسولفون ليش تسولفون انجلش؟ سولفوا معها عربي عادي يا اخي. روحي كلي اشربي عصير. هذه بنتك؟ هذه بنتك؟ لا حول الله. بنتي. ليش ما تعرفينهم على عمو يا اخي؟ شو هالحكي؟ ليش انت معك خبر انه هي بنتي؟ ها؟ انا يوم شفتها حلوه دريت انها بنتك يعني ما شاء الله تبارك. بس انت يعني معك خبر انه عندي بنت؟ انت لازم تعطينهم خبر ان هذا عمو، عشان انا اذا جيت على لبنان يعني عندهم خبر يعرفون مين انا. انا ماني رجال غريب، انا عمون. عمو؟ عمو عمو عمو. بصي حصل لي ايه؟ عمو عمو عمو. لا انت بتعمل ايه؟ احب الحلوه والخبره. وين الهي؟ وين اللي بتعمل؟ انت وين؟ بالغرفه ولا بالصاله؟ انا في الغرفه. ورينا. نو. طيب ورينا بالله. اطلع بالشارع امر ابغى اشوف لبنان. اي شارع يا حبيبي؟ هم بيختلونا بالشوارع. ليه؟ شو وين مفكر حالك؟ هون بتجي الذئاب بتنط علينا هون. صح؟ يا جماعة تربل، كملوا لي التربل يا جماعة. انت قاعد مركز، تعرف انا نسيت الموضوع، ناسي الموضوع، قاعدة من اللي هي معك بالحديث وانت والله. نازل سكوريت علي وانا هون نسياني الموضوع. والله حتى شو اللي وانتوا شو اللي عم تعملوا؟ تركيني اخسر. بس شاطرين بنحبك وانا لو نعشقك ونموت فيك وما بعرف ايش وايش وايش. ارحبي يا دي، ارحبي ارحبي يا شيخ. وقاعدين عم نخسر يا جماعه. قاعدين
سيروا كبسوا، اعملوا شيء، اعملوا شيء ينفع انت امور عارفه، حد. انت عارفه يا قمر، يعني انا كل الدعم يجيني انا قاعد اجمع المهر. مهر لمين يا عمري؟ مين بدك تتجوز؟ طالب ايد مين يا روحي؟ احكي لك شي كلمة مع اللي قاعدين، بس وجمالك ونموت فيك ومعرفش ايش وايش وايش وايش. جذب مني ما شفت مثله، قلب عقلي عقل طفله، صرت اتبع اثر رجله وابوسه. تمنيت رجل بيتي قاموسا يما تاليت، يزفوني لامنيت يا عروسه. يا جماعة كل يوم راح ادخل مع قمر هلا. اذا راح يجيني سكور هلا. هذا هلا شو هالكليب؟ يا عمري دي ارهب يا شيخة، يا شيخة الشيوخ يا دي، شفتي حتى وهي بنت قاعد يعني تحبني، بس مع ذلك قاعد تعطيني المهر عشان اكمل نصف دين. سبحان الله. وعاد مين صاحبة الحظ؟ والله ما اعرف. تدرين قمر اقول لك شيء، كلموني برنامج يبون يستضيفوني بلبنان. والله شو هو البرنامج؟ المذيع معروف، الحين اقول لك اسمه. الا اخذت تضيع متهاوسة معه. الا لنشوف مين المذيع، مين الاعلامي. يعني مد هو المذيع او ان المنتج، المنتج اتوقع مالك مكتبي. هو ما شو منتج؟ اوكي لذيذ. مهضوم مالك؟ اي قالوا لي تعال لبنان. طيب كثير حلو، ما تجي لعنا تنورنا وتطلع مع مالك. لا انا ما اعرف احد هناك، اذا رحت هناك راح اضيع، ما اعرف احد. لا تخاف يا عمري، بتضيع بلد انت. ما بتضيع. لا ما اعرف صدق. والله حاش تتقلع هلا علينا ومضيع وضيع، لانه يعني انه اهتمي فيني انا بضيع لحالي، خبيني. والله اني كنت كثير محمس، بس يعني صراحه يعني مو راح اجي لبنان، بس مو الحين يعني، ان شاء الله لين تزبط الاوضاع باذن الله. هلا ما في عنا شيء، الاوضاع ظابطه يعني. يا اخي انت تبغين تشوفيني باي طريقه؟ الله يهديك يا اخي، تقولين الاوضاع ظابطه عشان باقي بس تقولين هستور ارسلي الاي دي الباسبورت بتاعك عشان احجز لك. يلا يلا لا راح ارسل لك. يا حبيبي انا ما بحجز، ما تلطش. انت حلوه بس مش قلت لك تحبين الفلوس، هذه مشكله كبيره يعني. لا هيدا يعني هيدا المسار، الفلوس هذا خط احمر يا عمري. عشان كذا انا لازم افتح لايفات كل يوم. الله يعين الله يعين. وش رايك؟ هلا وين حتروح يا عمري انت؟ عمر عمر هذه بالسناب، وين اشيك انت؟ وين رايح هلا؟ يا الله بندرباك. لا شخصيتي قدام، ما تهش بيدي قدام المتابعين. كم بعد كف؟ كم كف راح يعني كف خلاص إذا واحد خلاص تلمي تلمي خلاص، الحين بيجون كل الداعمين. اهدى لحظة لا أدبل لك بعيوني. قالوا هيك رايك؟ وش رايك أستاذة حلوة، الحين إذا جيت دبي تبين نفتح لايف، وبعدين يكتبون لنا الله لايقين على بعض، سووا غنية مع بعض، وبعدين نسوي فيديو كلب، نسوي فيديو كلب. بتغني؟ ها؟ بتغني؟ صوتك حلو؟ لا بس نسوي فيديو كلب. فيديو كلب؟ خلاص ماشي حنعديها. ماشي. حنعمل فيديو كلب. الفيديو والله العظيم. لا انا ما اغني، انا بس اسوي يعني حركات، فهمتي؟ ايه ايه زي ايه يعني؟
يعني وموري فرجيني كيف يعني. ايه بعد بعد والله الله. شو ها شو هذا الشيء في حي ببطنك؟ شو في ببطنك؟ اسوي زي مايكل جاكسون. شو فرجيني. اوعى بس تصحى تعال. اوعى تصحى. ليش والله عندي حركات يا اخي. ايه يا الله نسوي فيديو كليب؟ يا انت ايش فيك؟ كليب كليب نسوي فيديو كليب ونخلي وشو فرائحي فهمتي كله رأس يعني هيك. ايه اي مو نفس اغنيك اول بس تبينين انك حلوه خلاص بندري انك حلوه. لا 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 خلص انت علمني علمني هالكم حركه اللي هلا عملتها. ايه دامك ضغطتي علي. لا ما انت لازم تعلمني حركة السحب البساط من تحت الإجرين. الشغل شغل يعني أنا يعني الشغل فزت عليك يلا الحكم. خلص ما اتفقنا شو الحكم يا عمري أنت. هاي جولة تانية. هنزل ستوري هنزل ستوري. لا وحط يا الله شو مهضوم سو كيوت هيستوري مع قلب أورانج. لازم لازم يا الملكية يعني ما تكتبي هستور لا هستوري. هستوري واسمعي الحكم هذا الحكم حق الجولة هذه تجلسين ضايفتني 6 شهور. خلاص اوكي بس بشرط ما تضيفين احد ثاني. بس انت انت مو ضايفة احد صح؟ لا بس بنتي. بنتك مو مشكلة خلاص انا وبنتك. خلاص اوكي قولي والله. خلص والله اضيفك بس مش لحالك. انت مو ضايفه احد صح؟ خلص انت شو بدك بضيف ما بضيف انت ما خصك انا خلص ححطك وضيفك عندي. الحين اشوف حسابك. سينجر قمر. ضايفه بنتك بس لونا يعني لون. الحين ضيفيني انا بس وصير بس انا ولونا انه البنت وعمه. اوكي الله يقلع ابليسك. ارشيف كل المقاطع يعني كنت بارشف مقطع واحد بس طلع لازم الحكم الثاني تحذفين حسابك. تحذفين حسابك الله يقلع ابليسك الله الله بضربك كف. انت سامعه شيء عني؟ كل ما قلت شيء قلت يضرب كف. سامعه شيء احد يضربني؟ ها خلاص راح اجلس ضايفك 6 شهور. مش هو يعني ماشي اوكي تمام هستور والله واضح امر بتحبك. الله يسلمك والله. بقول لكم شيء يا جماعه بقول لكم شيء يعني بعيدا عن المزح والله ترى هذه والله صديقة قلبي ترى احنا والله على تواصل دائم والله اموت عليها الزفت هذا. المهم الله لا نزل رجولك الله ارفع الجوال ارفع الجوال. يلا 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 خلاص طولت عليك. يلا يا حبيبي انت خدي بس بالك بعدين نطلع جولة تانية تكون هيك يعني هيك اكثر هيك حماس واكشن وتحدي لا لا هيدا من عيوني ابشري. لا لازم احكمك هيك حكم غير شكل. تم والله. يلا يلا دير بالك على حالك دير بالك على جمالك. دير بالك على حالك اوكي دير بالك على جمالك وانت كمان دير بالك على الكيوت اللي انت فيه.